لما بعد. فهذا ما تصوره. وطبعا الحالة الصحية كانت متدهورة الفترة السابقة كما علمنا جميعا، وأعتقد يعني خلينا نقول طبعا قضاء الله حدث في تلك الساعات الماضية. يعني ننتظر الآن الإعلان الرسمي من المجلس العسكري بوفاة الرئيس. لم يصدر إعلان رسمي حكومي حتى تلك اللحظة، وبالتالي يعني التفاصيل مش موجودة. كل ما نشر في وسائل الإعلام والمشاهدة لما يعني ذكرتها شفتها على الهواء بالفعل دي كانت حوالي من ساعتين أو أكثر نقله وكيل نقله، ولكن يعني كان باين من المشهد أن هي طبعا يعني نقل متوفى، لأن ما كانش معي أي إجراءات من أي نوع وما فيش أي حاجة مصاحبة، والمستشفى قريبة من السجن ونقلوه ودخل بشكل